مساء الخير وشكرا كثير لحضوركم هي الليلة. أنا اسمي يزن اللوجمي وأنا من سوريا بس حاليا عم حكيكم من عمان. آسف كثير أنه ما رح أقدر أكون معكم اليوم بس قلت لحالي أنه بقول كم كلمة قبل ما تبلش الموسيقى. من يومين كنت عم فكر جدي الكبير محمد عزة الدروزة كان فلسطيني وبالتالي ستي نفس الشيء. من وقت ما كنا صغار بدمشق كنا نروح على بيتهم، بيت كتير كبير كله صور قديمة للعيلة بنابلس وبالقدس والبوسترات القديمة تبع فلسطين وخرائط فلسطين وكل أنواع الأشياء الفلسطينية، وبالتالي من وقت ما كنت صغير كنت بعرف أنه جزء مني فلسطيني. وكل ما كبرنا ومرت الأيام صرت حتى أعرف أنه عنا بيت بفلسطين بمكان ما بنابلس ما فينا نروح نشوفه، حتى ما بنعرف إذا لساته موجود أو مين قاعد فيه. وكل ما كبرت تشكل عندي حلم أنه يوم من الأيام أقدر زور فلسطين، مع أنه بعرف أنه كان شيء ولا زال شيء كتير مستحيل، لأنه نحن عم نعيش بجزء الصعب من العالم، الجزء اللي كل شيء فيه معقد، ما في شيء منطقي، ما في شيء عقلاني، حتى أكثر الأفكار منطقية مثل أنه الواحد يرجع على بيته تصبح مستحيلة. وبالتالي يعني كلنا إن كنا سوريين أو فلسطينيين أو عراقيين أو لبنانيين أو أي حدا عربي تاني، حياتنا عم تصير أشبه بشي بين الكوابيس والأحلام، بس بحياتها ما بتكون منطقية وهو جزء من جمالها. بس هذا بيعني بالمقابل أنه نحن لازم نقدم تضحيات ولازم ننازع بكل خطوة عم ناخدها لقدام. هالشي تغير من أسبوعين تقريبا وقت وصلني الخبر أني ربحت بمسابقة القدس للتأليف. هذا شرف كتير كبير لإلي وفخر كتير كبير، لأنه وقت فكرت بالموضوع اكتشفت أنه بالنهاية الموسيقى هي جزء مني، وأنا وقت موسيقتي تنعزف بفلسطين فهذا بيعني أنه جزء مني كان هونيك، حتى لو أنا فيزيائيا ما قدرت أكون بفلسطين. يمكن أنا ما أقدر أكون اليوم هونيك ويمكن حتى كل حياتي، بس وقت أعرف أنه صوتي انسمع هونيك فهذا أكثر من كافي بالنسبة لإلي. وهذا الشيء بشكر كلية القدس عليه جدا. الموسيقى بعكسنا نحن البشر ما بتهتم بالحدود، ما بتهتم بحواجز التفتيش، هي بتتخطى كل هالأشياء وبتسافر أسرع منا نحن. بهالمناسبة بحب أتوجه لطلاب كلية القدس للموسيقى أو أي حدا تاني من الشباب الفلسطيني اللي عم يتعلم موسيقى بأي مكان داخل فلسطين، لقل له قدي نحن كموسيقيين سوريين فخورين فيه وقت نعرف إنه في حدا عم يتعلم فن ليوصل الصوت حتى يأمن استمرارية لهويتنا لثقافتنا. هذا الشيء بيعني كتير. أنا تركت دمشق فقط من شهرين أو ثلاثة، ووقت كنت هوني كان عنا كلية كتير تشبه الكلية اللي عندكم، كنا ننزل عليها كل يوم رغم القصف والتفجيرات، رغم الخطر، رغم الخوف، لأنه وصلنا لمرحلة منعرف إنه الموسيقى هي الشيء الوحيد الحلو، هي الشيء الوحيد اللي بيذكرنا بإنسانيتنا وسط كل العنف وقت يصير الأفق كتير أسود. ودمشق والقدس بالرغم من أنهم اليوم كتير بيبينوا بعاد عن بعض إلا أنهم كتير بيشبهوا بعض، نفس الشوارع، نفس وجوه العالم، حتى نفس المرارة اللي الواحد بيحسها. وبالتالي بدي من كل موسيقي فلسطيني يعرف أنه له زملاء بدمشق وبسوريا بمكان ما عم يعيشوا نفس المواقف اللي هو عم يعيشها وعم يمروا بنفس التجارب وبيتمنى بيوم من الأيام أنه يلتقي فيهم. بالنهاية بحب أشكر الشاعر محمود أبو هشهش، قصيدته كانت فعلا محط إلهام من البداية وحازت على اهتمامي جدا. بدي أشكر بيترا كلوزا والفريق كله اللي اشتغل معي، فعلا ثقتهم والتزامهم بهذا المشروع كانوا كتير محط إعجاب، ولولاهم ما كانت هاي الحفلة صارت وكلها كلية القدس ما كانت وصلت لهالدرجة من النجاح. بالنهاية بحب أشكر كمان الموسيقيين الرائعين اللي رح تسمعوهم هلأ. التزام كل واحد منهم وثقته فيه وبالموسيقى كانت سبب أساسي لنجاح كل هاي الحفلة، ولولاهم كانت ضلت الموسيقى مجرد أفكار ميتة على قطعة ورق. شكرا مجددا لحضوركم وكل أمل أنه بيوم من الأيام نقدر نلتقي إما بفلسطين أو بسوريا.